بعملية نوعية نفذتها مديرية الاستخبارات العسكرية، تمكنت خلالها الأجهزة الأمنية من الاستيلاء على كدس كبير من الأعتدة والأسلحة كانت تستخدمها عصابات داعش الأرهابية لإزهاق أرواح المدنيين في محافظة نينوى. شرعت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية بتنفيذ واجب في منطقة مشيرفة في الساحل الأيمن لمدينة الموصل، وتم ضبط هذا الكدس الهائل من الأسلحة والأعتدة التي كانت تنوي عصابة داعش الإرهابية استخدامه ضد القطاعات الأمنية في مدينة الموصل وفي القواطع الأخرى. وتأتي هذه العملية استمرارا للعمليات الاستباقية التي تقوم بها مديرية الاستخبارات العسكرية في تجفيف منابع الإرهاب ومصادر التمويل والتسليح لهذه العصابات الإرهابية. مختصون في الشأن الأمني أكدوا أن المعلومة الاستخباراتية وتعاون المواطنين في التبليغ عن الحالات المشبوهة ساعدت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على الكثير من الخلايا النائمة والأسلحة المتنوعة. كل أجهزة الاستخبارية اليوم هي معركتها معركة القادمة للقضاء على فلول داعش، لمعرفة والاهتداء إلى أماكن وتواجد بعض الخلايا التي يعتقد أنها خلايا تنتمي إلى هذا التنظيم الإرهابي. أن المواطن كان السبب الأكبر في الاستيلاء مع المعلومة في الاستيلاء على هذه المضافة، وأعتقد المواطن سيتعاون بصورة أرحب وأوسع في المستقبل. منجز أمني جديد يعكس أهمية المعلومة الاستخباراتية في إنقاذ أرواح الأبرياء من هذه المصائد الإجرامية. من داخل مديرية الاستخبارات العسكرية في بغداد، غيث محمد، قناة الرشيد الفضائي.